هاك درشم درشم وسراك واسمه ها جود وسراك بخير جم استعربك استعربك هذه في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا مع سي عبد الملك ملوك بقلاوة وقلب اللوز. وما تنساوش اليوم عندنا 16 رمضان 1443 رانا حكينا نصفية عزلنا على النهار. واش نقول لكم؟ ما تنساوش تابوني في المشاهد تاعي لايكيو جيم ولي كومونتير كوم توجور. ولا فيديو اليوم هذه اليوم تاع النهار راح نكملوها في الليل. واش نقول لكم؟ يعطينا كلمة سي ملوك. رمضان مبارك ان شاء الله لجميع المواطنين هنا في مدينه راس البلد. ان شاء الله تشوفوا بالصحه والهنا. وكما راك تشوف سي فؤاد بقلاوه قلب اللوز. دوك نشوفوا بقلاوه قلب اللوز. خدمتك اخويا صحه فيها. اخويا بدي روح مرحبا وشربتي. الله يبارك صحتك في الدار وخدمه في الدار. منتوج مع حنا يعني. منتوج مع حنا. يخدم على العائله الكريمه. وراك تعرف الرايقه واش يفهموا في الوصول غاشي هنايا في المدينه. على بالك. إذا نعم أنت تعرف وأنا سأعطي الزمان نحن نصور فيه. كورنبان هذا. كورنبان هذا. المهم اقعدوا معايا في الفيديو كان جديد. هاي بسم الله. كيما راكم تشوفوا ها. بقلاوة تاعنا. هاي بقلاوة. الله يبارك شوف. ها. شوف الله يبارك. كيفاه لاكوش تاع الكوكاو. يعني الله يبارك. بقلاوة. لا لا خدمة الله يبارك. حاجة سوفيستيكي حاجة باهية. حاجة مليحة وماهيش محروقة ماهيش. وكيما راكم تشوفوا العسل هاك تشوفوا العسل. كامل هكذا. كما راكم تشوفوها ها عندنا هذه ثاني هذه بقلاوه بلا بات فيلو هذه بلا بات فيلو بلا بات فيلو ها ايوا هذه جديده هذه خرجت السنه هذه هذه خرجت السنه هذه حاجه جديده هذه ها هذه بقلاوه بلا بات فيلو فوالا هذه مليحه بنينه مليحه بزاف هذه ها تشوف الله يبارك خفيفه مش ثقيله وعندنا هذه كيف كيف هادي شغل هادي بلا بات فيلو بصح شغل نيف بابيون يعطيك الصحة وما نعرف قول ما نعرفش وهادي وش قطايف قطايف وش فيها الداخل ثاني كاوكاو تحب الجوز تحب الجوز هادي كاوكاو تحب حوايج حلوة يعطيك الصحة تحب مكسرين مهمة ومكسرين تحب عسل النحلة الله يبارك شوف شوف الله يبارك شوف راك تسخفينا رمضان راك حرام عليك نقول نقول حرام عليك هاك سخر فيا او بكنا هيا روح زيد حط لنا البلا هذا كنشوفوا الاخر الثاني الله يبارك هذا قلب اللوز وكما راكم تشوفوا جديد وكله كامل هذا ونا تاع البارح خلاص سلعه اليوم تخلص اليوم اي والله ما تكثرش تما ما تحبش دير ما تكثرش حاجه تبيعها شوف ها اسمع ترى اسمع ما عندك الضغط ما عندكش مالك قد في عمرك قد في عمرك ادري معايا 5 سنين الله يبارك الله يبارك لا جيت تاكل قلب اللوز ولا بقلاوه ايه هذيك قالتك هذه روح اعطي هي ما راكم تشوفوا لا بروبريتي دخل فريجيدير بحال راهي نظيفه و كما راكم تشوفوا توني العشية تافي دير لها تي شوية تي هكذاك دير هكذاك ما تكثرش من الناس هكذاك اللي حلوة ها خدمة حق اليوم حق اليوم برك والله عندك الحق الله يرحمك تخلصها غدوة دير جديد توجور جديد الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة أخيرة الناس اللي تفرجوا صلى الله عليه وسلم الصحة والهنا وربي يدوم علينا الصحة والعافية وتحياتي لخوتنا كامل اللي راهم في البازار إن شاء الله أصحابنا كامل رمضان مبارك تحية الجزائر ما تنساوش تابوني عند فؤاد وتخطوا الوجه او يستاهل وان شاء الله ربي ينصر خواتنا في فلسطين وتولينا القدس ان شاء الله تنقرا على يد البواكي كما بكري ان شاء الله ربي مولانا ان شاء الله امين رب العالمين ربي يتقبل وحنا واش نقول لكم ثاني صح تقبل منا الصلاه والسلام ان شاء الله امين رب العالمين حنا واش نقول لكم اخويا كمل هكذا كل عام نشوفوا كل عام نشوفوا بعضنا ان شاء الله وكما قال لك يعطينا الصحة ولا هنا برك ويعطوا شوية الأسعار برك يعطيك الصحة الحلال يعطوا الأسعار الحلال غالية على بالي أنتم السوق برودوي تاعهم والله ما تهرش ما تهرش هاي الفواتير كما العملون كما العملون كذا كنت تبيع فيهم فواتير 3000 تخدم ربحة بها تدي فيهم 4000 تخلي 3000 عندك 1000 في لابواتير 1000 فرنك هاي 3000 فارغة نشريها ب 3000 يا سيدي
والله غير بزاف يعني بزاف. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وصحه فطوركم. السلام عليكم، رانا مع الشاب هنا، واش راكم بخير؟ لاباس؟ السلام خير صباح الحمد لله. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ تقول لهم صحه رمضانكم وصحه فطوركم وصحه عيشكم. يعطيك الصحه خويا. البنوته هذه شكون؟ هذه البنوته صغيره هذه، الله يبارك. اختي صغيره، الله يبارك. يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صح. راني مع كاماتشو حبيبنا شيف دو بارك تاع راس الويت. عطينا كلمه صغيره. كلمة صغيرة، كلمة صغيرة، رانا ضايعين للشرط. كيف ضايعين؟ فهمني هذا. كذا درت البطاطا اليوم؟ اليوم 15,000، يمس 20,000، نقول لك 20,000 تديها 15,000 تعطيك السلعة معاها، 20,000 تديها وحدها. أي والله، تقول لك هكذا دوك؟ إيه ولا تقلك البطاطا اللي عمري في حياتي عندي 56 سنة شامل السودان، تعقد بلف هذا. شامل بعيش. كارثة. سيت لا فولي كما يقول الجوري. ها؟ سيت لا فولي. سيت لا فولي ولا سيت لا فولي. سيت لا فولي. سيت لا فولي. واش تقول الناس في فلسطين؟ فلسطين واش تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ ربي يعينكم وخلاص. واش نقول فلسطين؟ ربي يعينهم وربي يسترهم. آمين. ربي ينصرهم. آمين رب العالمين. وإن شاء الله يعيطوا في هنا وخلاص. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راه توجور في أجواء رمضان في راس الواد، كيما راك تشوف عندنا ثلاثة من الناس ما نعرف شكون اللي راه يبيع وشكون راه يشري وشكون راه يمد. أنا الشاري. أنت الشاري. أنا الشاري. وأنت الشاري. وأنا الشاهد. وأنت الشاري. وهذا اللي يبيع. أنا جيت نحوس على زيت تاع قليان ولا تاع البطاطا اللي تقلي البطاطا. كاين ما كانش ثقيل. كاين ثقيل. دوك نهضر معك أنت، عندك ولا ما عندك زيت اللي يقلي البطاطا بزاف الزيت الثقيل. الثقيل. ماهمش راهم يبيعوا في هذاك خفيف هذاك. تقلي به رطل البطاطا يروح. الثقيل كاين. 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 قدر يدير ليترا. ماش كاش اللي طرا عندنا بالخمس لترات. بالخمس لترات والله الله يبارك الله يخليها. كده كده يدير كده يدير كده يدير. يدير 380. يقلي البطاطا مليح. مليح. يقلبها حمراء. أيه. أسنان تورا وري ترى وراها. هاومني هاومني. تحتاني. هذا. سلطان سلطان. هذا هو زيت بطاطا اللي نحوسوا عليه. 900,000. زوج بوادم. زوج بوادم ب 900,000. هذا تقلي به البطاطا حتى تولي بطاطا حمراء وحدها. كي شغل الرز عبز. رايحكم حتى العيد الكبير يقلي حتى اللحم. والله حتى العيد الكبير ويشدها. يشد. والله الله يبارك. واش راكم يا جماعه؟ لاباس. واش راكم مع رمضان؟ والله انا حفظ ربي. كلمة صغيرة على رمضان. يا حمو هذيك انت ما خوتنا منين؟ والله غالحمد. انا ولد راس الواد، انا اصلي ربعي. انا بس ولد راس الواد. لخلف فؤاد. وحنا ولد الشانية. الله يبارك. صافي من الرباع، حنا ولد الشانية. الشانية الله يبارك. الشانية حنا. مرحبا بكم في راس الواد. بارك فيك. واش تقولوا لنا باش رمضان؟ ربي يتقبل منا صيامنا ان شاء الله. امين. ربي يتقبل منا صيامنا وربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء وربي يشفي كل مريض. ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. هيا ربي ينصرهم ان شاء الله. امين رب العالمين. ربي ينصرهم. امين رب العالمين. ويعطيكم الصحه وصحه فطوركم. كنتم مع اجواء رمضان في راس الواد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور في اجواء رمضان. اليوم رانا مع لي كوردوني الله يبارك. كوردوني ستان دي بلو في ميتي في العالم. بارك فيك. واش راكم بخير؟ لاباس؟ واش هذه الماشينه هذه؟ واش تخيط الماشينه هذه؟ هذه الماشينه تخيط الصفاد من الفوق. من الفوق. الله يبارك. هذه بكري خيطوا بليد وبلا هذاك خلاص. دوك انا خيطوا الصباطه خيطوا بالماشينه. اي والله حتى الديميس تخيطوا. الله يبارك. هذه الديميس تخيطوا. الله يبارك. طورت الحاله بدات تخيط. سي نورمال. وانت واش راك دير؟ فيصل خيطوا خيط بليد. بليد هذه هذه راما. تسمى على سب. راما. راما. واش راكم مع رمضان؟ والله لاباس. لاباس بخير. هكذاش نوضوا الصباح. ستة الله يبارك. كيفاش تروحوا؟ عادي عادي. تسمى رمضان ميقلقكم كي الافطار كي رمضان. الله. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك اخر كلمه؟ واش نقول لهم؟ رمضان كريم، ربي ان شاء الله يتقبل منا ومنهم ان شاء الله يا ربي. امين رب العالمين. واش نقول لهم؟ ان شاء الله يصوموا بصحه معنا ونعيدوا بصحه ولنا ونعيدوا بصحه لنا ان شاء الله يا ربي. يعطيكم الصحه سيدي وصحه فطوركم. شكرا على الزياره. هاي بلا مزيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرانا اليوم قدام جامع بن باديس الله يبارك. كيف تحفوه الله يبارك، يعني حاجة ما شاء الله.
معنا الحاج واش راكم بخير؟ لاباس بخير؟ صافا لاباس بخير؟ هاد الجماعه قاعدين في الكراسه بخدموا واحد ما واش تقول في شهر رمضان هذا واش تعطينا كلمه صغيره؟ شهر رمضان الكريم ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله ربي ينورنا ان شاء الله ربي يبارك لنا ان شاء الله ربي يغدي على خير. امين رب العالمين. وانت؟ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. انت وغالبك رمضان؟ الله يرحم هكتك. انت دوك من بكري زرقيك وروح نجيك زدت تروح تبيعها. عاد واش راك واش راكم مع لاباس واش راكم مع مع انا الحمد لله مع الاجواء ما شاء الله يعني من ناحيه الجو جو ما شاء الله من ناحيه الامطار كميات معتبره الحمد لله العام مليح من ناحيه الاحوال الماديه شويه الناس راه تعاني وكاينه ناس راه تعاني بصمت كاينه ناس يعني راه ما لحقتش بالقوت تاع اليوم واش راحين نقولوا نتمنوا من ربي ان شاء الله يرفع علينا البلاء يرفع علينا الغلاء وربي ان شاء الله يوفقنا لكل خير ويوفق ناس الخير اللي راهم يسعوا فيه ويحرصوا عليه. رمضان مبارك للجميع للأمة العربية جمعاء والناس راسل وطن كريمة الناس فلسطين ناس فلسطين ربي يكون معاها ان شاء الله ينصرها ربي فلسطين ينصرها ربي وحنا رانا معاها بقلوبنا وبالدعاء وان شاء الله الا توفرت الفرصه علاه ما نكونوش يد يد واحد ان شاء الله هي. ربي يكون معاهم ان شاء الله ربي ينصر يعطيكم الصحه الله يبارك فيك الشيخ طاير طاوي 15000 مش بزاف بزاف ولا ماشي بزاف غاليه ايوا بزاف اخا والطاوي صغير يبيع في بطاطا ب 15000 قداه 7000 الله يبارك هيا صحيت صحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كوجور توجور في أجواء رمضان في راس الواد الله غالب عون راكم حكمتكم حكمتكم واش راكم بخير لاباس الحمد لله كيف لقينا كيقدوا سليم هنا خديت الحانوت وجيت لهنا جينا زيارة لحبابنا زيارة لحبابنا الحانوت الحانوت باه يتنفس شوية اه باه يتنفس لازم لازم يتنفس خرج الحانوت راه الحانوت واش راك سفيان صافا بيان لاباس ربي يقدرنا وربي يتقبل منا ان شاء الله امين رب العالمين كلمة لناس فلسطين ناس فلسطين ربي ينصرهم ان شاء الله امين رب العالمين وانت الحاج كلمة صغيرة رمضان مبارك ان شاء الله نصوموا وقدرنا ربي بالصحه والهنا امين رب العالمين لحقنا ان شاء الله العيد بعيد ان شاء الله ومع الوالدين مع الاحباب سي نورمال سي نورمال وربي يطرح بركه ويزيد بزاف امين رب العالمين امين رب العالمين العباد يعني يتوقفوا في بعضها لا فوالا يعني كنا نفيلميو لي شان على بوزلوف لا شان على الدجاج لا شان على الحليب لا شان على الخبز في الدار ما عندوش واش تعشى ولادو ما يدنكش فيهم لا شان على بوزلوف اه لا المهم واش نقول لكم انا صاحب طوركم ما تقلاش برك هذه بينا نقب بها الارشيف لا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما وعدناكم قلنا لكم بلي راح نخدموا في الليل صحيتوا واش راكم بخير لاباس صافا بيان الحمد لله كما وعدناكم اليوم رانا عند خيرو طوال سي ان تي في طوال بلم التمار كما راكم تشوفوا هاو تحت البراك تاع بوتفليقه هاو خيرو قدامنا واش راك خيرو لاباس بخير هاو السلعه جديده جاتو جاب سلعه جديده كما راكم تشوفوا ها حاجه مليحه ها ودخلوا داخل الحانوت ثاني نشوفوا ترى السلعه جديده ها لي جين الله يبارك حاجه روعه ها هذه اجواء رمضان في راس الواد توجور في اجواء رمضان في راس الواد السلعه راه كاينه موجوده ولي بري راهم ثاني راهم هايلين لي بري راهم هايلين كما راكم تشوفوا ها حتى القشطة طهارة كاينة ها الله يبارك ليمان تقاشر عند سفيان شوف شوف يعني كيف كيف
هادو محلات هادو جايين تولا سيان تي في تولا بلم. وما تنسوش لي جوي ثاني او جاي العيد وهذاك لي جوي مكتبه كما راكم تشوفوها لي جوي رانا توجور في اجواء رمضان في راس الواد كما راكم تشوفوا لي زاكسيسوار رانا في لي زاكسيسوار لي جوي توجور في اجواء رمضان. هذه مكتبه ثانيه جايه قدام راسين تي في قدام خيرو مغازان خيرو تاع القش تاع الولاد واه ولاد الحي جايو يشرو لي جوي